طيب الأبطال اللي هم لسه مكملين لحد دلوقتي، احنا آخر حاجة وصلنا لها في الفيديو اللي فات الشكل ده، تمام؟ قلنا الشكل دوت هو 2D اللي احنا لسه هنعمل له ايه اكسترود. طيب حلو قوي الكلام ده. لو جينا مثلا هنا، ايه رأيك في اللي احنا كنا لسه فيه؟ مش انا كنت راسم بس الخط الخارجي اللي هو ده كده ده كده ده كده، صح؟ يعني كان الخط ده مع الكيرف اللي هو متظلل دلوقتي ده مع الخط ده، ده اللي كان مرسوم. سيبك من الهولز دي دلوقتي، جميل. كان ايه الشكل اللي فيه بقى؟ كان دوت، يعني ايه رأيك انا ممكن اعمله ايه حتة واحدة، يعني اعمل له اكسترود كده كله، صح؟ وبعد كده اجي ابص من الناحية دي واقطع الحتة دي، يعني انا هعرف اقطعها، تمام؟ هوضح لك كلامي في الرسمة دلوقتي. ماشي، هنعمل ايه؟ احنا اوريدي اهو، احنا كده لسه جوه السكتش، فهنيجي عند الفيتشر الاكسترود. لو فاكر دي بقى حاجه انا بس عايز اوضحها لك، يعني هي اتظبطت على طول. انا سيبك من الاكسترود، انا دلوقتي هنا قلت لك عايز اعمل ايه، عايز اعمل اكسترود للمنظر ده، فقلنا هنيجي عند الفيتشر هنا ونعمل ايه اكسترود. فده كان الشكل اللي هيظهر لك بعد ما احنا كنا بنعمل السكتش. ما احنا واحنا بنرسم السكتش كنا نورمال كده على البتاع، فالشكل دوت اللي هيظهر لك علشان نعرف احنا في انهي ناحية. يعني بص، انت واخد بالك الشكل هيطلع لك ازاي؟ هيطلع بره الشاشة، المفروض يبقى جوه. الوضع ده امتى بقى هيوضح لك؟ دوس كنترول 7 او هات من هنا على طول، هات الايزومتريك. بص وضح لك. فدايما لما تيجي تعمل حتة الاكسترود دي يستحسن ان انت تجيب الايزومتريك. طيب عايزين نقلب الايه؟ نقلب الدايمنشن. فبنيجي هنا كده عند الدايركشن، بص ريفرس دايركشن اهي، هنعمل لها ريفرس. طيب انا وانت واحنا كنا لسه بنرسم كنا عاملين التخانه دي ب 100، جميل. فايه رايك ان انا لما اجي هكتب هعمل 100؟ طيب انا كواحد بيرسم انا ما احبش اكتب ال 100 دي، ليه بقى؟ افرض ال 100 دي انا غيرتها، حلو. يعني انا دلوقتي انا مدخل هنا مانيوال دي 100، لو جيت قدام لقيت ان البعد دوت غلط، ده مش 100 ده 200 مثلا، 150. فلما هغير البعد ده، البعد ده مثلا هيطول، هيبقى مثلا لحد هنا 150، ودي هتفضل ستيل كده اخرها لحد هنا، فاهمني؟ طب انا كنت عايزها تكمل لحد 150 برضو، وهاكل في النص بحيث ان تبقى مفتوحه. منين مفتوحه؟ من النص. لا دي بعد لما دي هتطول، يا رب تكونوا مستوعبين قصدي، بعد ما دي هتطول لا ده الشكل بتاعي اخره هنا، يعني الودن التانية مش هتظهر. فلما تيجي في حتة زي كده، ايه رأيك بدل ما تكتب دي كده، تعالى بقى اوريك الشغل التاني. يعني انا الاول ما كنتش متكلم في الحاجات دي، ايه رأيك up to surface؟ up to surface دي بيقول لك ايه؟ لو واخد بالك هنا المربع الازرق ده شكل سطح كده مموج، اللي هو بيقول لك اي سطح انت عاوزه. بص انا هروح مختار له السطح ده اهو، بص وصل لحد السطح كده والله. حتى لو انا خليت ده 10 20 150 300، انا باللي انا الكونديشن اللي انا حاطه هنا ده، ده لما هيتغير ده برضه هيوصل لحد ايه؟ لحد عنده. هقول لك على حاجه بس يا رب ما تشتمش، احنا هنرجع للبلايند ومش هنخليها 100، انا هرسم ودن واحده مقدارها كده كام؟ 15. ابص مهنك، لا اله الا الله، اهو مقدارها كده كام؟ 15. ايه يا عم اللي انت بتعمله دي، اللي انت بتعمله ده؟ انا هنقله الناحيه الثانيه بحاجة كده، هعلمها لكم بفيتشر كده رايقة هعلمها لكم. فعشان كده انا عملت الايه الخط ده، ودي ميزة الحاجات السيمتري، اللي انا هقدر ارسم جزء واحد بعد كده هعمل ميرور حوالين النص. لو فاكرين احنا كنا راسمين حوالين الفرونت بلين، مش فاكرين مش مشكلة هتوضح. المهم اوكي، طيب انا دلوقتي عايز ابص تاني فين؟ انا عايز ابص من الناحية دي عشان اعمل الهول. فاروح ايه بالسكرول كده، هاجي كده ادوس على السكرول واجي شويه كده واطلع كده كده، اجي كده وانزل كده. انا قلت لكم على الطريقه دي، او على طول مسطره وتدوس ازاي كده. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل فتحه هنا. طب ما الفتحه دي لازم نرسم، يعني لازم ندوس هنا على السطح ده، وقلنا هندوس سكتش، احنا عايزين نعمل سكتش جديد مش عايزين نعمل ايديت. عارفين احنا لو دوسنا ايديت ايه اللي هيحصل؟ هيرجع للسكتش بتاع الودن، سوري السكتش ده عشان هو اختار كله. انا بقى مش عايز ايه، مش عايز كده سكتش الويل اهو،
يعني لما بدوس وبدوس اديت سكتش انا برجع للسكتش بتاع الحاجه اللي اترسمت، يعني دي اترسمت وبقت 3 دي برجع لها لما كانت 2 دي. انا لا انا مش عايز كده، امال انا عايز ايه؟ انا عايز اللي انا اسكتش فوقيها، تمام؟ انا كده ايه جوه السكتش. انا دايما بركز معاك على الحته دي، الاكس والباك ارو ده اللي هو بيindicate اللي احنا جوه السكتش. طيب طبعا هيبقى دايره، الدايره لو واخد بالك كانت فين؟ كانت في نص الشكل. يعني ايه في نص الشكل؟ كانتش في نص الشكل، اسف، كانت واخده نفس السنتر. يعني الدايره دي سنترها هو نفس الدايره دي، الاتنين في نفس الايه؟ في نفس السنتر. فدي انا هعملها ازاي؟ بكل بساطه اهو، وهاجي هنا اهو واروح عامل ايه؟ واروح عامل دايره. طيب السنتر مش واضح، هي في هنا حاجه مش ظاهره، بس مش عارف، مش مشكله. طيب في الطبيعة يا شباب لو في حاجة مش واضحة كنا بنقف عليها كده بتظهر، بس عشان ما دخلكوش في موال تاني ماشي. هنرسم ايه لو فاكرين الحركة اللي احنا كنا لسه عاملينها؟ هنسكتش خط سنتر لاين، وهنيجي منين؟ بص بص بص، هنزوم كده النقطة دي، بس ده كده الايه؟ ده كده السنتر. هو السنتر كان لسه ظاهر. اقول لكم طريقة تانية بس يا رب تظبط، ما اضطرش اللي انا اعمل الان. حلو، انا قلت لك ان السنتر بتاع دي هو نفس السنتر بتاع دي، ده من حظكم مع اننا في سكتشز مختلفة، مش عارف كانت بتضرب دايما مع ناس كتيرة، اللي انا هدوس ايه؟ هدوس كنترول على الدايرة دي وعلى الكيرف ده، وبص هختار انهي ريليشن، الكونسنتريك، الاتنين ليهم نفس السنتر. بص مجرد ما دوست راحت فين؟ اتحركت عليها على طول. طيب اللي انا كنت عايز اقوله لك من شويه، او قصدي اللي هي ليه ما كانتش بتظبط، اللي هو السنتر بتاع الكيرف ده او رسمه الكيرف ده كان في سكتش تاني، واحنا هنا في سكتش جديد، فما كناش بنطبقهم على بعض، فعشان كده لما من كتر الاستخدام او ما كانتش بتظبط مع ناس كتيره، مش عارف ليه السبب بامانه، بس هي ظبطت ايه؟ ظبطت هنا وليها حل، بس لو ما كانتش ظابطه معاكم، بس مش هينفع اقوله دلوقتي علشان خاطر المعلومات هتكونفليكت بشكل غبي. طيب احنا خلاص رسمنا، هنروح فين؟ على الفيتشرز وتاني على الاكسترود، بس ايه بقى؟ كت المره دي. والله انا كنت مدي التخانه دي 15، هل اديها هنا 15؟ لا، دايما في الحاجات اللي هي لما بيبقى فيه ثقب وفي الشكل كله، تعالى كده واعمل ايه؟ ثرو اول، وريح دماغك. بص وصل لحد فين؟ اللي هو انت لو اتشقلبت في الشكل، لو حطيت حاجة تانية هنا ده هيخرمها برضو وهيكمل. ليه انا بقولك تعمل الحركة دي؟ علشان تريح دماغك من حتة الايه؟ الدايمنشنز، اختارها ثرو اول احسن. اظن دي حاجة تانية تفهمك. يعني احنا كده فهمنا البلايند، ادي ثرو اول، دي الميد بلين قلناها، وقلنا اب تو سيرفيس. طيب قلنا هنخليها ثرو اول وندوس اوكي، هي كده ايه؟ اتظبطت. طيب جميل قوي الكلام ده. ايه بقى الحاجه اللي انا بقول لك عليها؟ الميرور. يعني ايه الشكل ده؟ كان سيمتري، كان فيه سيمتريه، فبدل ما انا كنت هرسم ده وارجع اكرره هنا تاني، او بدل ما كنت هعمله بطول البتاع ده وارجع اقطع فيه، فانا هاجي فوق هنا في التاب بتاعه الفيتشرز برضو، فين الميرور؟ اهي الميرور، وهدوس على ميرور. ميرور دي مبدئيا يعني بتعمل فيتشرز، بتعمل فيسز، بتعمل بوديز. احنا عامه اللي هنستخدمه دلوقتي، او بمعنى اصح هنفوكس على حاجه وهتفهموا ايه الفرق بين الثلاثه قدام، هو الفيتشر. يعني ايه؟ يعني احنا عشان نعمل الشكل ده عملنا اكسترود، ودي من التاب بتاعه الفيتشر، وبعد كده عملنا هنا تاني ايه؟ اكسترود كات، دي برضو من الفيتشر. فاحنا دلوقتي هننقل فيتشرز، فلما هيجي يقول لك الفيتشرز تو ميرور هنا، يعني معلش احنا مش هنختار ولا الفيسز ولا البوديز، في بوديز اهي وادي في فيسز اهي، احنا هنختار ايه؟ هنختار الفيتشرز بس.
طيب لاحظ كده اول حاجه بيجي بيقول لك ايه ميرور فيس او بلين. ايه الميرور فيس او بلين ده؟ هو السطح او الوش اللي انت هتعمل ميرور عليه. طب انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز حاجه هنا تبقى في النص عشان تعمل ميرور ايه عليها. طب ايه رايك احنا عايزين طب نبص على الفرونت بلين او السايد بلين، الرايت بلين او التوب بلين. طب عايزين نجيبهم، نجيبهم منين؟ بص انت مفتاحك دايما بيبقى هنا، بتدوس على السهم ده بيظهروا لك. ايه رايك نعمل حوالين البلين ده ولا ده ولا ده؟ اكيد ده، فانا دوست هنا، فده البلين اللي انا هعمل حواليه الميرور. ولو فاكر وانا بعمل اكسترود للجزء اللي تحت دوت خليته ميد بلين علشان ده يفضل في النص عشان لما اعمل ميرور. ممكن يبقى الموضوع صعب دلوقتي، ممكن تكون انت نسيت، ممكن ما تكونش قادر تربط، بس دي كلها بتبقى بالممارسة. الفيتشرز اللي انت هتعمل لها ميرور ماشي، بص انا هختارها من هنا رايح دماغي، احنا عملنا اكسترود، لا مش ده مش ده، هتدوس هنا عليه وتدوس ديليت. اكسترود ده وادي ده، وكنت ممكن تختارهم منين؟ من هنا على طول من الشكل ذات نفسه، وهتدوس ايه؟ صح، الشكل ايه؟ الشكل ظهر لك. طيب هنقفل الفيديو على كده وهنكمل في فيديو جاي.